ال 5G، واول ما تيجي تسمع سيرة ال 5G على طول بيخطر في بالك انك تقدر تنزل فيديو حجمه 30 جيجا في اقل من 10 ثواني. ولاول مرة في مصر شركة وي اعلنت بشكل رسمي على قناتها ان هي اخذت الترخيص لتنزيل ال 5G، وقريب هنغير شريحة من 4G ل 5G، وان شاء الله يبقى على باقي الشركات. انا في الفيديو ده هعرفك كده كام خطوة تقدر تستخدمها في التليفون بتاعك علشان تقدر تشغل خاصية ال 5G على التليفون الخاص بيك انت. يلا بينا كده نبدأ الشرح. طريقة تحويل الشبكة او الشريحة من 4G ل 5G، يلا بينا كده نبدأ الفيديو. طبعا بعد ظهور اول تقنية للجيل الخامس في مصر اللي هو 5G، تقدر تستخدم الخاصية دي على التليفون بتاعك. كل عليك بس بتروح عندك على كده الاعدادات، روح افتح التليفون، وبعد كده روح عندك على الاعدادات، دور على حاجة اسمها خلوي او بيانات الهاتف. ممكن تقدر تستخدمها انك تسحب شريط الاشعار اللي فوق ده وبتضغط ضغطة مطولة على بيانات الهاتف كأنك بتفتح الباقة، بس اضغط عليها ضغطة طويلة. بعد كده بتروح عندك على كلمة خلوي زي ما انت شايف كده، اضغط عليها ضغطة. طبعا هنا بقولك بيانات الخلوية اللي هو الداتا او الباقة بتاعتك لما تيجي تفتحها، احنا مش عاوزينها دلوقت. انت كل اللي عليك بس بتضغط عندك على خيارات بيانات خلوية، تقدر كمان تضغط عليها كده، وبعد كده بقولك هنا الصوت والبيانات، هتلاقيها موجودة عندك 3G او 4G، ممكن تحولها كمان تخليها للاخر خالص 5G اوتو عادي جدا، وبعد كده بتعمل رجوع، وكده انت حولت على التليفون بتاعك من 4G ل 5G. اول ما 5G يشتغل في مصر على طول هيشتغل معاك عادي جدا. طيب هل في طريقة تانية؟ ممكن تروح لطريقة تانية وتستخدم التليفون اللي هو الاندرويد لو انت تليفونك اندرويد. طبعا كل ده في حالة لو التليفون بتاعك بيدعم بالفعل ال 5G. دلوقتي بتروح عندك على كلمة الضبط، او بتروح عندك على الاعدادات جوه الجهاز بتاعك، وبعد كده بتروح عندك على قائمة الاتصالات، اضغط عليها ضغطة كده، وبعد كده بتنزل تحت كده شوية، قول له هنا ادارة شبكات SIM او شبكات الهواتف المحمولة او المزيد من ضبط الاتصال، اضغط بس عندك على كلمة المزيد من ضبط الاتصال. لو لقيت اي حاجة بتوحي انك تقدر تحول الشريحة بتاعتك من 4G او 5G اضغط عليها. طبعا لو مش موجود تقدر ترجع تاني خطوة كده. بعد كده هتروح عندك على حاجة اسمها شبكات الهواتف المحمولة، يعني سيبك من كلمة ادارة SIM، روح عندك على شبكات الهواتف المحمولة، وبعد كده هقول لك هنا نمط الشبكة في الخط الاولاني والخط التاني، تقدر تضغط على نمط الشبكة في الخط الاولاني، وبعد كده بتحوله عندك من 3G او 4G او على حسب ما هو هيظهر قدامك. طبعا لو ظهر قدامك ال 4G اختار 4G، لو ظهر معاك ال 5G اختار ال 5G. وبالخاصية دي تقدر تشتغل عادي جدا على الجيل الخامس اللي هينزل في مصر ان شاء الله قريب. وكده انا شرح انتهى، وقدرت كده تحول الشبكة بتاعتك من 4G ل 5G على التليفون بتاعك. ياريت منساش دعمني بلايك وسبسكرايب، وهسيب لك الرابط اللي موجود في التعليقات لطرق كتيرة قوي انك تقدر تحول ال 4G ل 5G، وان شاء الله هنكون اول حد نعلن على طريقة تغيير الشريحة بتاعتك من 4G ل 5G لحد ما الرخصة تتفعل بشكل رسمي في مصر. ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ولو احتجت اي حاجة تواصل معي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. دمتم بخير، مع السلامة. دمتم بخير، مع السلامة.